احنا طبعا قبل ما نبدا على التقرير احنا عندنا شويه صور من اللي احنا عرضناها، وانا عاوزك برضو تعلق عليها عشان الساده المشاهدين يبقوا عارفين مين الناس اللي انت كنت واقف معاهم دول، ومين الناس ديت وموقعها ايه وكان وقتها امتى والكلام ده. اتفضل يا سمير. دي نجم محبوب جدا، ده كان في كاس العالم 2014 ده جرينشا اللي كنت انا فيه مدير المسابقات، ده استاد برازيليا. برازيليا، استاد برازيليا. لا اللاعب ده جرينشا، هو جرينشا لان الاستاد اسمه ماني جرينشا. ده اعظم من انجبته الملاعب في كور في العالم كله، كان بيلعب وينج رايت في البرازيل. كان بيلعب زيك. بالظبط كده، وينج رايت. وبمناسبه جرينشا ارجع تاني، ان والدي اتفرج عليه سنه 58 وقال لي لما جه مصر هنا، لا في كاس العالم، لا وجه مصر هنا كمان، وجه مصر وقال لي زي ما حضرتك قلت ان هو كان اعظم من بيليه بكتير. وانا اتظلم، انا اللي احزنني ان بيليه اسطوره وهاله. قعدت معاه واتكلمت معاه، قلت له رايك كيف جارينشا، فاتكلم وحش عن جارينشا. اتكلم وحش عن جارينشا، اتكلم وحش عن جارينشا. قال لي جارينشا، وطلع لي كده قال لي كان يشرب في البتاع. انا ما بكلمكش ان سلوكه ايه، انا بكلمك عليه كلاعب. هو ما بيليه ما يحبش جارينشا، لان في مناطق كثيره في البرازيل شعبيه جارينشا اكبر من شعبيه. انا بقول في رايي اعظم من انجبته الكره البرازيليه والكره العالميه كاحسن وينج رايت في تاريخ العالم في الكوره. انا متفق معاك. وهو لو تتفرج على الاجوان اللي جابوها كلها من جارينشا لبيليه، كلها جوه خط الست يارد. يعني فكرني بواحد صاحبي كان بيلعب جنبي البيبو، عاملها له كان جارينشا وبيليه. الصوره دي انا الفريق اللي بشجعه في انجلترا ليدز يونايتد. رجع السنه دي ومقاوم جدا لدرجه، وربنا يسهل السنه دي يبقى موسم كويس. فانا كان 2012 كنت مسؤول برضو عن البطولة كرة القدم في الدورة الأولمبية، على أساس كنت مدير المسابقات في الاتحاد الدولي. وتشاء الصدف أن مديرة الرياضة في الدورة الأولمبية طلعت بتشجع ليدز، فأنا مش عارف. فواحد قال لها أن أنا بشجع ليدز برضو، فقالت لي كان في ماتش في مانشستر، وقالت لي أن أنا هنظم لك زيارة تروح تزور ليدز. والقطر مانشستر جنب ليدز، فنزلت من القطر وكان استقبلني بيتر لوريمر. ده الهداف التاريخي لليدز، جاب 700 جول لليدز. 700 جول اعتقد، يعني اعتقد الذاكره لا لعب متاسف لعب 700 ماتش لليدز، وجاب حوالي 300 جول. هو الهداف التاريخي لليدز، واستقبلني وزرت الملعب ومتصور هنا قدام بيلي بريمنر كابتن التاريخي. و لكن بكل اسف توفى بيتر لوريمر، كان اسطوره في ليدز، وتوفى الموسم الماضي. بس على الاقل شاف ليدز لما رجع درجه اولى، لان هو كان 2012 قال لي انا خايف لا نفضل قاعدين في درجه تانية كده والجمهور هيبعد عنا. لان الجمهور كان دي صوره تانية، ده كان مكتبي في الاتحاد الدولي، وده شقيقتي. انت حاطط صوره الاهلي دي اللي ورا؟ ده شقيقتي ألفت هناك بقى. الاتحاد الافريقي ما كنتش اقدر احط فانيله النادي الاهلي في الاتحاد الدولي، حتى كاميرات الاتحاد الدولي ما فيش بقى ان حياد ومش حياد. ودي على الشمال صوره فريق ليدز اللي كان اداها لي بيتر لوريمر، التيشيرت ده وماضي عليه. دي الصوره بتاعت فريق ليدز اللي كسب كاس انجلترا 1973، وكان المئويه كمان فتاريخي. هو كسبه مره واحده، كسبه في المئويه الكاس، ومضوا عليها كل اللعيبه اللي كانوا احياء ما عدا بريمنر اللي هو شفنا تمثاله، كان توفى. كان الكابتن الاسكتلندي بتاعهم التاريخ. وفي النص ده في صديق هناك مسؤول اسباني، مسؤول عن الكره الشاطئيه، وعرف ان انا عاشق لرافائيل نادال، فجاب لي المضرب بتاع نادال وماضي عليه نادال.